أنا مبروكة وهذه أختي محظوظة، أكيد تعرفونا، بس قصتنا تغيرت مع الوقت. إحنا اليوم بلا هوية، عشنا عند عمي بعد وفاة أمنا وأبونا، ولأن إحنا بلا هوية شاف عمي إن وجودنا عائق بالنسبة له، حاول يتخلص منه بالزواج، بس للأسف وايد ناس ما يبون أحد بلا هوية، فقرر يتخلص منه بالطرد وغير مكان إقامته. حاولنا نلاقي مكان يأوينا، بس للأسف ما عندنا لا فلوس ولا هوية، وكالعادة الطرد أسهل وسيلة. قررنا نكمل دراستنا بس الشروط صعبة، وهم قررنا ندور على وظيفة، بس كل وظيفة تحتاج أوراق وهوية، وإحنا ما عندنا لا أوراق ولا خبرة ولا هوية، وما عندهم غير برا. زين عطونا رزقة تكفينا، حتى لا مرضنا علاجنا صعب، هم بعد لأن إحنا بلا هوية. وح صارت عندنا مناعة التنمر من الناس، بعضهم من يعرفون حالنا يكشون منا، ولي صارت مصيبة بأي مكان قطوها بروسنا. آخ تعبنا تعبنا وإحنا ندور على حل يحمينا. تذكرين يا محظوظة؟ تذكرين يوم كنا صغار ما عرفنا غير هالمكان، عروق قلبي تعزف بأوتار الولاء، هذه أرضنا وبدمنا نفديها، لينقبل العدو أرواحنا ترخص لأجل غاليها. فكرت وكانت الفكرة ذاك الوقت سديدة، قررنا نشتغل بأحد البيوت، وكان الظلم جازينا، لا جمال نتهنى فيه ولا جدايل شعر تزين فينا، بس احنا الشهامة بعروقنا، وليطاح أحد فينا تشيل أيادينا. مال اليأس والضعف مكان فينا، انولدنا على القوة والأصرار والعزيمة. صحيح الكسرة تحويلنا، بس هذا ما يمنع إن ناخذ من صفات هالأرض بقوتها العنيدة. رجعنا نركض وتعبنا من ركضنا ونهد حيلنا، ما نبي غير روح تلاقي حل فيه إنسانية. تراني إنسان، بس ذنبي الوحيد إني بلا هوية. يا للأسف يا للأسف، إحنا القضية في الملا. يا للأسف يا للأسف، إحنا القضية.